الشاشة معمول لها شير ولا يوه شغال شغال. عندك يعني السوب بيقطع؟ مراحل بقى اللي هي التنقيط، مياه الصرف دي بنعدها تاني، البرايمري ودي بتزيل 60% من السوليد و35% من البي او دي، بيتم ازالتها في مرحلة البرايمري. ايه هي الحاجات اللي ويتم ازالة الاويل والجريس اللي هي زيوت الشحوم؟ يتم ازالة 60% من التوتال سسبندد سوليد، بيتم إزالة المواد المسببة للأمراض، بيتم إزالة 35% من البي او دي. العمليات اللي بتتم في البرايمري تريتمنت اللي هي السكرين جريت سيتلينج اللي هو إزالة الرمال، سكام وفلوتينج اللي هو خزان إزالة الزيوت، وقلنا ده بيبقى موجود في المكان اللي بيتم فيه إنتاج اللي بيبقى بينتج عنه زيوت وشحوم زي البنزينة مصنع وهكذا، والبرايمري سيتلينج. السكندري بقى التريتمنت ده بيتم ازاله 90% من البي او دي و90% من التوتال سسبندد سوليد. يبقى بنعمل السكندري تريتمنت ده عشان يزيل 90% من المواد العالقه و90% من المواد الدايبه العضويه الدايبه اللي هي البي او دي. دكتور العمليات اللي بيتم فيها السكندري تريتمنت اللي هي اول حاجه التريكلينج فلتر، المرشحات الزلطيه والروتيتنج الالواح الدواره، او اكتيفيت سلاج اللي هي السسبندد وميكسد كالتشر اللي هي عندي برضو من ضمن الانواع الاكسديشن بوند. دي العمليات اللي هي بتتم بيها السكندري. يبقى السكندري الغرض منه ازاله 90% من البي او دي 90% من التوتال سسبندد سوليد اللي هي متبقيه في الميه. العمليات او اللي هي بيتم بيها الازاله قد في عندي كذا نظام. اول حاجه نظام التاتشن اللي هو التريكلينج فلتر، مرشحات الزلطيه والالواح والروتيتنج ديسك الالواح البيولوجيه الدواره. النوع الثاني اللي هو نظام الحمأة النشطه اللي هي الاكتيف سلادج، والحمأة دي بنستخدمها كعلقه سسبندد او ميكس. بعد كده في حاجه اسمها بحيرات الاكسده ودي برضو من ضمن الالماء. عندي التيرشري معالج الثلاثيه ده للعلم الغرض منها ازاله المواد اللي هي نيترانت اللي هي المواد المغذيه النترات والنيتريت والاملاح الدايبه اللي هي السالت والايونات وهكذا. العمليات اللي بتتم في حاجه اسمها عمليات ازاله النيتروجين دي بنسميها دي نيتريفيكيشن، عمليات ازاله الفوسفور دي بنسميها بالترسيب بتاع البكتيريا بريسيبتيشن. بعض العمليات الايه الكيميائيه زي الادسوربشن والبريسبتيشن دي بس للعلم. السكندري تريتمنت هي عباره عن معالجه الجزء السائل من مياه الصرف بيولوجي، وده بيتم لإزالة المواد اللي لم يتم إزالتها في البرايمري تريتمنت. يعني أنا عندي في البرايمري تريتمنت شالت جزء من المواد اللي هي العضوية تقريبا 30% وشالت 60% من المواد العالقة. فبالنسبة ل السكندري معمول عشان تشيل الجزء المتبقي من المواد. يبقى السكندري تريتمنت
هي عملية بيولوجية بيتم استخدام فيها البكتيريا في إزالة المواد العالقة الموجودة. يبقى البكتيريا والألجي بتعمل ميتابولايز أو تثبيت أو إنها تتغذى على الأورجانيك ماتر. في حاجتين أساسيين للسكندري تريتمنت اللي احنا هندرسهم. طيب ودي بتعتمد على طريقة نمو البكتيريا. يبقى أنا المعالجة الثانوية بتعتمد على استخدام البكتيريا في التغذية على مياه، على المواد العضوية الموجودة في مياه الصرف. طيب البكتيريا ديت احنا بنستخدمها بطريقتين. أول حاجة suspended growth، البكتيريا بتبقى معلقة، يبقى البكتيريا بتبقى معلقة في الوسط، يبقى يعني دايبة يعني مية ودايب فيها البكتيريا، أو البكتيريا معلقة في المية. وبنسمي البكتيريا في الحالة دي mixed liquor اللي هي الكائنات الحية المخلوطة. تاني حاجة attached growth أو fixed film، يبقى البكتيريا بنستخدمها انها ملتصقة حوالين وسط. يبقى ملتصقة يعني نجيب حجارة زلط ونستخدمه والبكتيريا تلتصق عليه، تبقى موجودة ملتصقة على الحبيبات ديت او الحجارة وتتغذى على المواد العضوية اللي هي موجودة. يبقى بالتالي عندي البكتيريا عندي نوعين، نوع السسبندد بكتيريا معلقة في المية يعني زي دايبة في المية على كافة جزيئات المية وتتغذى على المواد العضوية يعني مخلوطة مع المية. النوع الثاني البكتيريا ملتصقة على وسط معين، يبقى البكتيريا بتلتصق على حجارة على ألواح بلاستيك وبعدين نمرر عليها المية اللي فيها المواد العضوية فالبكتيريا تتغذى على المواد العضوية. الفلو دايجرام بتاع suspended growth system باستخدام حاجة اسمها قلنا نسميها الاكتيفيتي سلايد. المية بتدخل على حاجة بنسميها الاريجيشن تانك اللي هو خزان التهوية، وخلال خزان التهوية البكتيريا بتبقى معلقة في المية او بنقلب البكتيريا مع المية وتتغذى على المواد العضوية. تخرج البكتيريا تروح على السكندري سيديمنتيشن او الفاينل سيديمنتيشن، يبقى يتم ترصيب اللي هي السلاج اللي هي الحمأة النشطة، بنتخلص من جزء منها ونعالجه والجزء الثاني بنعمل له عادي. الاتاتشد جروز البكتيريا المعلقة على وسط بنعمل خزان، الخزان ده بنملاه مثلا بالحجارة أو الزلط والبكتيريا بتلتصق حوالين الحبيبات دي. المية بتاعتي لو احنا زي ما احنا شايفين في الرسم الموجود ده في ماسورة فوق، الماسورة دي بتلف فيها نقاطات كده او ناشرات، المية بتخرج منها على هيئة رذاذ تترش فوق طبقة الزلط، فالبكتيريا الموجودة او ملتصقة في طبقة الزلط ايه تتغذى على المواد العضوية. ده الفلو دايجرام بتاعها. عندي برضو للبكتيريا الملتصقة ان انا بستخدم الواح بيولوجية دوارة روتيتنج بيولوجيكال كونتاكت. الالواح دي عبارة عن الواح البكتيريا من البلاستيك، البكتيريا بتلتصق عليها، اللوح ده بيلف، البكتيريا ملتصقة عليه تنزل في الخزان من تحت تاخد الغذاء بتاعها المواد العضوية ويلف في اللوح تطلع البكتيريا في الهواء تاخد الاكسجين بتاعها. في دي عندك منزل لك انا سلايدز فيها مقارنه ما بين السسبندد جرو والفيكسد فيلم اللي هي البكتيريا المعلقه والبكتيريا الملتصقه، ودي مقارنه بيها نقراهم ويعني عشان نتعرف اكتر. المرشح الزلط ده بحتاج بعده برضو حط رصيب ولا بيبقى هو كافي؟ ترصيب ايه؟ لازما في حطه رصيد حتى بعد ما يعدي الفلتر. المرشح الزلطي البكتيريا بتتغذى على الملوثات وهي ملتصقه حوالين الحبيبه، فمع الوقت قلنا البكتيريا عددها بيزيد فالجزء الملتصق حوالين الحبيبه ده يبدا يزيد
السمك بتاعه لحد ما يوصل لحد معين هيبدا ينسلخ من حوالين حبيبه الزلط يسيب منها، فبقت ايه البكتيريا ديت مشيت هتمشي مع الميه، فباخدها في خزان ترسيب نهائي برضو وارسبها. يعني ما اعرفش اعتبر ان مرشح الزلط دوت منطقه زي منطقه ترسيب واشيل منها الربا والباول نفس الفكره؟ لا لا لا، هو الميه بتخرج ما يسمحش فيه بالترسيب، لان لو يعني التريكلينج فلتر عباره عن حبيبات زلط بينها فراغات، انا برش الميه على السطح كرزاز فما بيبقاش مغمور بالميه، الميه بتمشي حوالين الحبيبات كده، فالميه وهي ماشيه البكتيريا بتتغذى على الملوثات اللي فيها. طب البكتيريا سمك طبقه البكتيريا زاد فهتنسلخ وتمشي مع الميه، باخدها بقى بجمعها في خزان ترسيب. مرشح ما بيبقاش فيه واقف، ما بيبقاش فيه طبقه ميه واقفه. لا، الميه ما بيبقاش مليان ميه، هي مجرد الميه بنرشها رذاذ على سطح الزلط تبدا تمشي تنزل من طبقه لطبقه لحد ما توصل للقاع، لكن ما بيبقاش مليان بالميه. ده عشان ايه؟ عشان نوفر فرصه للهواء، البكتيريا ايه تاخد الهواء اللازم للغذاء، فالهواء ده بنبقى عاملين فتحات من اسفل، فالهواء نتيجه اختلاف درجه الحراره، ان في الخزان ده بتبقى درجه الحراره كل ما طبقات بننزل لاسفل درجه الحراره اعلى وفوق درجه الحراره اقل، يبقى في فرق في البريشر ما بين اسفل واعلى، فالميه تطلع من اسفل لاعلى، الهواء يطلع تيار هواء من اسفل لاعلى، فالبكتيريا تاخد الاكسجين. بالنسبه لالواح الدواره نفس الكلام، بدل الزلط والحجاره البكتيريا بتلتصق حوالين لوح، لوح دائري بيلف، وهي ملتصقه هي بتنزل في الميه تاخد الغذاء، تطلع في الهواء تاخد الهواء، لحد ما توصل برضه لحد معين بتنسلخ من اللوح ده وتمشي مع الميه ونرسبها في خزان ترسيب نهائي. دي طريقه مقارنه ما بين السسبندد اللي هي البكتيريا المعلقه اللي هي معلقه في الميه او دايبه في الميه، وبين البكتيريا اللي هي الملتصق. ده شرح برضو للاكتيفيتي ستادجي، نظام الاكتيفيتي ستادجي ده تم يعني تنفيذه او تطبيقه اول مره سنه 1914 في انجلترا، ولما اكتشفوا ان انا لو عملت تهويه لجزء من مياه الصرف فبيتكون عندي البكتيريا بتتغذى وبيتكون عندي الحمأة النشطة والمواد العضوية بتتحول لخلايا بكتيريا، فمن منذ التاريخ ده من سنة 1913 بدأ تم استخدام نظام الحمأة النشطة. الخواص بقى الاكتيفيتي سلادج بروسيس ايه، يعني لما نيجي نتكلم بقى عن الحمأة النشطة اللي هي بيتم استخدام البكتيريا في معالجة مياه الصرف، ان هي اكتر حاجة مستخدمة لمعالجة مياه الصرف اللي هو الحمأة النشطة. ده ليه؟ لان البكتيريا دي موجودة اصلا في مياه الصرف وبمدها بشوية هواء بتتغذى على الملوثات، فبتبقى العملية اقتصادية وما بتستهلكش يعني ايه طاقة ولا فلوس كتير. عملية أيوة. لو انا عامل نظام بالحمأة النشطة بالحمأة المعادة، يعني في بداية تشغيل المحطة خالص بحتاج وقت قد ايه على ما ابدا ارجع حمأة، ولا بجيب حمأة نشطة من بره، ولا بعمل ايه؟ لين نشغل المحطة عشان اوصل للكفاءة العالية انا عاوز كمية معينة من البكتيريا تكون موجودة في خزان التهوية، يا اما بشغل المحطة تجريبيا لفترة في حدود 15 يوم لحد ما يتكون عندي كمية البكتيريا ديت، او ان انا باجي من محطة شغالة فعلا، يعني انا عندي هنا مثلا انا عامل محطة في الصنطة جديدة وفي محطة جنبها في المحلة زفتة شغالة بقالها كذا سنة، بروح على المحطة الشغالة واروح جايب ناقل الحمأة ديت بواسطة عربيات تراكس، انقلها من المحطة دي للمحطة دي، يعني هنقلها بنسميه سيد، السيد ده بناخده وننقله للمحطة ونملى به الخزان التهوية، فبالتالي بقى عندي كمية البكتيريا، فأنا مش محتاج استنى 15 يوم أو 20 يوم عشان إيه
المحطه تبقى ايه توصل لكفاءتها. يبقى في طريقتين، يا اما اشتغل 15 20 يوم لحد ما المحطه توصل لكفاءتها، او ان انا انقل الحمأة دي من محطه ثانيه. الاكتيفيتي ستراتيج ديت عباره عن ايه؟ ان كائنات حيه مقربه، الكائنات الحيه بتتجمع وتكون حاجه اسمها فلوكس زي اللي كانت في الميه. الفلوكس ديت بتبقى موجوده، دي اللي بناخدها، والفلوكس دي بتفضل معلقه في الخزان بواسطه التهويه، وبناخدها بعد كده الخزان للترسيب نرسبها. البيزك العمليات الاساسيه اللي بتتم في الاكتيفيتي سلاج. الميه بتدخل اللي هي الرو اللي خارجه من البرايمري تريتمنت، تدخل على خزان التهويه اللي هو الايروبيك رياكتور، خزان التهويه اللي بيتم فيه العمليه البيولوجيه. انا عندي لو في اكتيفيتي سلاج اللي هي البكتيريا اللي هي موجود، زائد مياه الصرف اللي هي المواد العضويه الموجوده، الويست ووتر اللي هي موجوده في الميه، زائد اكسجين، ده بيديني في وجود بقى النيترات والكبريتات والفوسفات، دي بنسميها نيترانت، مواد مغذيه يعني بتساعد البكتيريا على النمو، فبتديني نيو بايوماس، مواد او كائنات حيه جديده. فالكائنات يعني يبقى كل العملية عندي حمض بكتيريا تتغذى على الملوثات، في وجود الأكسجين ووجود المواد المغذية اللي هي موجودة في مياه الصرف، ينتج إيه؟ نيو بايوماس، كتلة حية جديدة اللي هي اكتيفيتي سلاج. الاكتيفيتي سلاج دي بناخدها بعد كده نوديها اللي هي السكندري سيتلر وخزان الترسيب النهائي. المية من السطح بتخرج، المية بقى النقية اللي هي معالجة اللي انا هرميها في المصرف، والميه من اسفل هنعمل ريسايكل سلاج، اعاده للسلاج للخزان عشان نزود كميه الايه البكتيريا، او الجزء الثاني هنعمل له ويست سلاج، الجزء الزياده اللي انا مش عاوزه ده هاخده اعمل له معالجه وتجفيف واستخدمه اسمنت. طيب واحد يقول لي طب ما انا ارجع كميه البكتيريا كلها، لو زادت كميه البكتيريا عن كميه الغذاء البكتيريا نفسها تبدأ تتغذى على نفسها، وبالتالي هيبدأ وتموت وتتحلل، فهتعمل فشل في عملية المعالجة، وتاني حاجة تعمل روائح كريهة في المحطة. بيتم حساب بقى النسب دي بالتصميم، وهنقولها في المحاضرة الجاية إن شاء الله. ده فلو دايجرام برضو لعملية معالجة مياه الصرف. هنبدأ برضو جريت شامبر، إزالة الرمال، برايمري سيديمنتيشن أو كلوروفايل وخزان ترسيب ابتدائي، إيريشن تانك، وبعد كده ندخل على السكندري كلوروفايل اللي هو خزان الترسيب النهائي. هيبقى في إعادة للسلاج للحمأة للإيريشن تانك، ده بنحسبه كمية محددة حسب كمية التلوث الداخل. الجزء الزياده الويست سلادج بنجمعه مع السلادج اللي هو بتاع البرايمري، ونوديه على دايجستر او مخمر للحمأة، ياخد الحمأة ديت يعمل لها تثبيت، ونوديها على الدراينج اللي هو التجفيف، ونحولها لسماد نستخدمه. يبقى ده فلو لاين برضو لمحطه تنقيه مياه الصرف. شارحين الكلام اللي انا قلته ده شرحه في كذا سلايدز، هنشوف بقى صوره للسلاج الاكتيفيتد سلاج اللي هي الحمأة النشطه. دي صوره لو جينا مثلا من المحطه خدنا جزء من الميه اللي موجوده في الايريشن تانك اللي هي الصوره اللي على الشمال، يبقى بيلونها رمادي او بني فاتح، دي اللي هي اكتيفيتي سلاج اللي هي مياه الصرف موجود فيها البكتيريا. طب لو جينا احنا بقى الجزء بقى اللي تم ترسيبه في الفاينل سيديمنتيشن تانك، يبقى رسبنا الاكتيفيتي سلاج الحمأة نفسها، فهتبقى مركزه، فهنشوفها هي اللي في الصوره اليمين دي. يبقى ده شكل الحمأة او شكل الميه اللي موجوده في خزان التهويه، ودي شكل الحمأة بعد ترسيبها في خزان الترسيب النهائي.
الاكتيفيتي سلاج او خزان التهويه بيتم استخدامه بصورتين، بيبقى حاجه اسمها بلاك فلو بروسيس، بيبقى خزان نعمله خزان طويل، بيبقى السريان فيه لونجوديريال او طولي، فده بيبقى خزان زي خزانات بنسميها الاكسجين ديتش، يبقى الميه بتمشي فيها في مسالات طوليه، وبيبقى الخزان طوله حوالي مثلا 60 متر او 80 متر ويوصل لحد 100 متر. فده من نوع بنسميه بلاك فلو بروسيس. النوع الثاني اللي هو كومبليت ميكس اكتيفيتي سلاج، اللي هو خزان بيتم فيه مزج تام، يبقى السريان بقى مش طولي لا، اللي هو مزج خلط تام للميه، البكتيريا مع الميه مع المواد العضويه، وده بيتم باستخدام هوايات سطحيه زي اللي موجوده في الرسمه اللي على اليمين دي، هوايه بتلف بتعمل تقليب للميه وتسحب هواء تخلطه مع الميه، او بواسطه مواسير بنضخ الهواء بمواسير كومبريسر كومبريس اير، هواء مضغوط بنضخه في اسفل الخزان، فالهواء هو طالع بيمد البكتيريا بالاكسجين ويعمل تقليب للميه. يبقى التقليب الميه عشان نخلق الميه يتم تقليبها وتبقى البكتيريا معلقه على طول وتتغذى على الملوثات، بيتم بواسطه الهواء. الاكتيفيتي سلاج لما نيجي بقى نتكلم على الفلو دايجرام بتاع الاكتيفيتي سلاج، هنلاقي ان انا عندي الميه الداخله الانفلنت، اي تصرف هنرمز له بكيو، الاس اللي هو التلوث الموجود في الميه اللي هو البي او دي، الاكس اللي هي كميه البكتيريا. يبقى انا عندي ثلاث رموز كده نبقى عارفينهم عشان لما نيجي نصمم، الكيو تصرف، الاس تركيز المواد العضويه الموجوده في الميه اللي هي التلوث، الاكس اللي هي تركيز البكتيريا. فانا عندي التصرف الميه اللي جايه بيبقى تصرفها كيو اللي هو التصرف التصميمي، تركيز المواد العضويه فيها اس نوت، تركيز البكتيريا اكس نوت. هنلاقي تركيز البكتيريا قليل، بنيجي في الايريشن تانك تركيز البكتيريا هيبقى اكس اللي هو عباره عن كميه البكتيريا اللي بتتغذى، بتبقى ده تركيز كبير، تركيز حجم الخزان اللي هو اللي فيه، والاس تركيز المواد الغذاء فيه. الميه بتخرج على خزان الترسيب النهائي، بتخرج منه تصرف كيو اي والاكس اي، وهنشرح الكلام ده المره الجايه. والسلاج اللي بنسحبه من اسفل بيبقى كيو عباره عن جزئين، كيو ويست وكيو ار اللي هو كيو ريتيرن، الجزء اللي بنعيده تركيز البكتيريا فيه كيو ار اللي هي الحمأة النشرة، بيبقى تركيزها كبير جدا، اللي بناخدها نخلطها مع الميه اللي داخله بحيث ان نزود البكتيريا في خزان الريش. ده فلو لاين هنشرحه بالتفصيل برضو المره الجايه. يبقى الاكتيفيتي سلاج برينسيبال او مبادئ الاكتيفيتي سلاج، المياه الصرف بيتم تهويتها في الخزان، وتهويتها زي ما قلنا يا اما بهواء مضغوط يا